كالعادة احنا نبدأ نعرف بالمركز. احنا مركزنا اسمه مركز ايش؟ ميديكا ستارز. احنا نعتبره تقريبا امتداد لمركز اخر. احنا كنا في البداية عملنا مركز اخر كان اسمه حد عارف؟ الجمعية الصيدلانية اليمنية. احنا بدأنا بجمعية اسمها الجمعية الصيدلانية اليمنية. هو اللي يتذكر كنا نعمل دورات بنفس الطريقة. دورات عملنا في المضادات الحيوية، في السكري، في الهرمونات، في موانع الحمل، في الالزهايمر، في الايدز. اي موضوع كذا كنا نشوفه شائك والطلاب يعني عندهم مشاكل فيه كنا نعطيه بالتفصيل. نواصل نبدا خلاص. بالنسبه للكونتنت ايش اللي حندرسه في هذه المواضيع؟ في معنا 6 مواضيع مهمه. حناخذ ادويه القلق بشكل عام او المنومات وادويه القلق اللي اسمها سيداتيف هيبنوتكس، حنشرحهم بعد شويه. حندخل بعدين في مضادات الاكتئاب اللي هي الانتي ديبريسنتس. حندخل بعد قليل بالانتي سايكوتكس. ايش يعني انتي سايكوتكس؟ مضادات الذهان، ادويه المجانين بشكل ممكن باللغة البسيطة يعني ادويه المجانين انتي سايكوتكس حناخذها ان شاء الله. وحناخذ ادويه الباركنسون ديزيز اللي هي ادويه الشلل الرعاش. وحناخذ ادويه الابيليبسي اللي هو ليش؟ الصرع. وحناخذ ادويه الزهايمر اللي هو ليش؟ الخرف والنسيان وفقدان الذاكره عند كبار السن. طيب ايش حنبدا اليوم في رايك؟ بالسيداتيف هيبنوتكس. تمام، حنبدا اليوم بموضوع اسمه السيداتيف هيبنوتكس. اولا نترجم ما معنى سيداتيف؟ ممكن تقول مركن او مهدئ. ممكن هذه الكلمه الاولى سيداتيف تسميها الادويه المركنه بين قوسين المهدئه. طبعا انتبه انا معك، احنا بالعربي بنلخبط. مهدئ قد تعني مهدئ للالم، لا هذه مهدئ نفسي غير مهدئ الالم. احنا بنسميه انالجيسيك او مسكن للالم، انا افضل تقول مسكن الم ومهدئ نفسي. طيب فسيداتيف هذا مهدئ نفسي او دواء مركن نفسي بيعمل تهدئه وتركيز نفسي وبين قوسين مطمئن، يعمل اطمئنان ومطمئن. ايش يعني هيبنوتيك؟ منومات. اذا هذه الادويه ممكن نسميها الادويه المركنه والمنومه او اسميها المهدئات والمنومات. في ملاحظه انت تقول لي لحظه يا دكتور انا شايف عامل انت هنا شرطه صغيره وكانهم كلمه واحده. بالفعل احنا بنسمي العنوان سيداتيف هيبنوتكس كانهم كلمه واحده. ليش؟ لانه غالبا ممكن يكون هو نفس الدواء زي الديازيبام مثلا. الديازيبام معروف صح؟ ممكن لو اعطيته بجرعه قليله ايش يعمل؟ تهدئه نفسيه بسيطه. زود الجرعه من الديازيبام ايش يعمل لك؟ يصبح كمنوم. لذلك احنا بنسميها سيداتيف هيبنوتكس لانها غالبا نفس الادويه. تلقى الدواء بالجرعات الصغيره سيداتيف يهدئك نفسيا، يطمئنك، يبعد القلق والتوتر، وان زودت الجرعه ايش يتحول؟ الى منوم يعالج الارق. تمام، فاحنا بنسميها سيداتيف هيبنوتكس. طيب هذا السلايد مش موجود عندك، نظفت اليوم الصباح مش موجود عندك الملزمه، لكن قلت اعطي لك مقدمه بسيطه قبل ان ندخل في العميق. في شيء احنا بنسميها المينتال ديس اوردرز. ايش يعني مينتال ديس اوردرز؟ الاختلالات العقليه، الاضطرابات النفسيه، الاشياء هذه الامراض حقا الامراض النفسيه والعقليه. خلينا اقسمها لك الحقيقه الى نوعين اساسيين. احنا بنقسم الامراض هذا الى ما يسمى بالنيوروسز او ما يسمى بالسايكوسز. طيب ايش معناها بالعربي نيوروسز؟ بنسميها امراض عصبيه او بين قوسين عصاب، امراض العصاب، هكذا يسموه بالعربي الفصيح، الامراض العصابيه. طيب السايكوسز بيسموها بامراض الذهان او الامراض الذهانيه. اذا بالعربي الفصيح هذه معناها عصاب او امراض عصبيه ممكن نسميها. انا افضل اسميها عصاب احسن. وهذه اسمها امراض ذهانيه او ذهان. ايش الفرق؟ الفرق انه من منهم طبيعي ويصيبنا جميعا، ممكن ما في واحد منكم الا اصيب فيها. العصاب اللي هي زي ايش؟ اللي هي زي القلق، الاشياء العاديه اللي تصادف اي واحد فينا، احنا كلنا بنقلق وممكن تصادف اوقات فيها قلق غير طبيعي، فالقلق شيء طبيعي بيصيب الجميع، هذا يسمى نيوروسيس. ايضا كثير مننا ممكن يكتئب الا ما تجي فتره اكتئاب، فتره صعبه، فتره امتحانات، فتره فقدان شخص حبيب عليك، فقدان امل، كنت انت مامل على منحه معينه وراحت المنحه، تكتئب اسبوع اسبوعين ثلاثه، خسر برشلونه، ايش يحصل لك؟ اكتئاب 6 شهور وهكذا. او ريال مدريد عادي مش مشكله، اهم شيء انه الانكزايتي والديبرشن هذه من قوسين امراض تصيبنا جميعا، ما فيش واحد لا يصاب بالقلق والاكتئاب، واسمي هذا الموضوع عصاب لانه بيصيبنا جميعا، ما فيش اي واحد فينا لا يصاب فيها. وهذا طبيعي ولا مش طبيعي هذه الامراض؟ طبيعيه، بالعكس لو تقول لي عمرك ما اصبت بقلق واكتئاب انا حقول انت مش طبيعي، انت تكذب، اكيد تكذب. ايوه. طيب الامراض الاخرى اللي هي ليش؟ الامراض الذهانيه، هذا اللي هو شويه فيها ايش؟
أنا بين قوسين أسميه اضطراب في العقل. هنا العقل والتفكير بيحصل فيه خلل واضح، يعني في مشكلة في التفكير واضحة جدا، وهذا يعني نادرة شوية، يعني هذا لا تصيب إلا قلة قليلة من الناس. هتقول لي يا دكتور كيف يضطرب العقل؟ إيش بيحصل بالضبط؟ ممكن يحصل لك حاجة اسمها سكيزوفرينيا، وتنطق بهذه الطريقة سكيزوفرينيا، انفصام الشخصية. انفصام الشخصية بين قوسين الفصام، يعني يا حتسميها انفصام الشخصية يا حتسميها الفصام. في ناس يقول لك يا دكتور لا هذه معناها يا دكتور شيزوفرينيا. شيزوفرينيا بالعربي، احنا بالعربي نقول شيزوفرينيا، بالانجليزي لا نقول شيزوفرينيا ونقول سكيزوفرينيا، كمان سكيزوفرينيا. زي كيمستري، ما نقولش احنا شيمستري صح، كيمياء نقول كيمستري. فبعض الكلمات اللي ذات اصول قديمه سي اتش تنطق ك كيمستري، وهذه سكيزوفرينيا. طيب بين قوسين الجنون، اللي مش عارف يعني سكيزوفرينيا، احنا اللي بنسميه في اليمن وفي الدول العربيه الجنون. الجنون احنا بنسميه بلغه مؤدبه، بلغه محترمه، بنسميها انفصام الشخصيه. واللي يقول لك يا دكتور ايش يعني انفصام الشخصيه؟ هنفصل بعدين، بس انفصام الشخصيه هو انفصام العقل عن الواقع المحيط. يعني عقل المجنون منفصل، يقول لك انا مثلا رسول الله، انا مثلا اهلي كلهم اشتي يقتلوني، قصص في راسه، هو منفصل عن الواقع اللي حوله. فلذلك حنسمي الحاله هذه انفصام الشخصيه، او ما يسمى بالفصام، او بين قوسين الجنون. حنفصل لاحقا، ما تستعجلوش. بعدين نجي له محاضره كامله ان شاء الله بعدين. طيب في مرض اسمه البارانويا. البارانويا اللي هو ليش؟ متلازمه الريبه. مش في ناس يشك ويرتاب بشكل غير طبيعي؟ يعني مثلا مدام ولا مرأة تقول لك زوجي بيخونني، ارتياب وشك ومتأكدة، تروح لعند امها وابوها وتعمل مشاكل معه وكذا، تقول لك لا ولا. طيب تجي انت اخوها تقول لها يا مرأة طيب ايش الدليل؟ تجي لك كلام امس لبس بدله وخرج. طيب ايش يعني لبس بدله وخرج؟ هذا هو دليل. تقول لك لا امس كان مبتسم مرتاح، اكيد انه راح عندها. ايوه، يعني اقصد انه هنا بيكون في شك مرضي غير طبيعي. في ناس يشك خفيف عادي، لكن في ناس يشك بشكل غير طبيعي ومرضي، هذا يسميه بارانويا، وقد يحتاج الى العلاج لانه بيدمر الاسر. هذا الشك الغير طبيعي بيدمر الاسر، حنفصل فيه لاحقا. وفي حالات الاجيتيتد ستيت، اللي حالات الهيجان الشديد. بعض الناس يدخل في حاله هيجان شديده. احنا خلصنا السلايد كده، اللي يقول لك ايش يعني هيجان شديد؟ ألا تعرف أنه في بعض الناس بيدخل في حالة غضب وهيجان غير طبيعية؟ قد يكون عاقل طول عمره، في لحظة معينة مثلا الولد يعمل شيء تلقى الأب يستشيط غضبا، ممكن يضرب الولد أو يقتله حتى، ممكن يرتكب جريمة، ممكن يحرق بيت، ممكن يدمر سيارة، ممكن يشيل سيارته ويصدم سيارة جاره. وبتشوف انتم بعض الافلام الامريكيه، القواعد يصدمون الثاني في بسبب مشكله في الطريق ولا واحد تجاوزك راح تصدمه بالسياره. هذه حالات تحس انه مش طبيعي، معلش طبيعي هذا الشخص طول عمره طبيعي، وهذاك اليوم جنن ويشتي يصدم الناس وعامل مشاكل، هذا يسموه حاله الهيجان الشديد. في هذه اللحظه هو يعتبر زي المجنون، تمام؟ اذا خلاص الكلام، الامراض اللي تصيبنا كلنا ايش بنسميها؟ نيوروسيس، مثل القلق والاكتئاب، انكزايتي ديبريشن. والحالات التي تصيب البعض وهي حالات غير طبيعيه، بنحس انه في خلل عقلي، هنا خلينا اسميه خلل نفسي الى حد ما، النفسيه شوي بتلعب، هنا خلل عقلي والعقل خرج عن السيطره واصبح منفصل عن الواقع الطبيعي، واحنا ممكن نسميه بين قوسين قد في نوع من الجنون، زي السكيزوفرينيا اللي هو المرض الاساسي اللي هو الجنون، هذا هو المرض الاساسي اللي بنتكلم عليه اللي هو الجنون، زي الشك الشديد ممكن يكون في شيء شك شديد وبيدمر اسر، وزي حاله الهيجان الشديد التي قد تؤدي الى قتل او مشاكل كبيره. طيب نرجع لموضوعنا ونرجع لايش؟ للستيتيف هيبنوتكس. طيب قبل ان اواصل، انت حتقول يا دكتور يعني هذه الادويه اللي حتبدا فيها تعالج ايش من مرض؟ ايش رايك؟ من حنعالج؟ حنعالج ليش؟ الانكزايتي. يعني احنا من الان حندخل في علاج الانكزايتي. حيقول لك واحد ايش علاقه القلق بالادويه اللي بتسموها سيداتيف هيبنوتيك. انا قلت لك ايش يعني سيداتيف؟ مركن او مهدئ نفسي. طيب مركن مهدئ نفسي يعالج ايش؟ يعالج القلق. يعني احنا لماذا اعدي لك شويه تركين نفسي وتهدئه نفسيه واطمئنان؟ عشان اعالج لك القلق. فممكن تعمل بين قوسين سيداتيف، هذا اللي يعالج القلق، يعني بين قوسين مهدئ نفسي ايش يعالج؟ القلق. اما الهيبنوتيك معناها منوم، ايش يعالج من مرض؟ الارق اللي هو الانسومنيا. وبالتالي انا عاوز اقول لك انه هذه الادويه هي لها تاثيرين، او بيسموها دوز ديبندنت ريسبونس، استجابه معتمده على الايش؟ على الجرعه، انت والجرعه. والله لو اعطيت الديازيبام، اعطي مثال الديازيبام، لو اعطيت الديازيبام بجرعه خفيفه ايش حيشتغل؟ سيداتيف. ايش يعني سيداتيف؟
مهدئ وركن نفسي بين قوسين مطمئن. طيب هذا ايش يعالج من مرض القلق والتوتر الانكزايتي؟ طيب تعال زيد الجرعه واعطيها بهاي دوز كايش حيصبح الدواء منوم هيبنوتيك. طيب الهيبنوتيك ايش يعالج اكثر؟ حالات الارق الانسومنيا. اذا هذه الادويه ممكن تعتبرها ببساطه بالجرعه القليله تعالج القلق والتوتر وبالجرعه العاليه تعالج ايش؟ الارق. طيب حتى في ناس يقول لك الديازيبام وشلته اضرب فيه ثلاثه، هذا يعني تقال احيانا، هو طبعا هذا تبسيط. ايش يعني اضرب فيه ثلاثه؟ يعني مثلا لو ربع حبه ولا ثلث حبه من الدواء تعالج القلق، حبه كامله ايش بتعالج؟ بتعالج الارق تصبح منومه. يعني كانه الفرق بين هذا وهذا الجرعه، ثلث الجرعه مثلا او مثلا خلينا نقول 1 ملي جرام، اذا كان 1 ملي جرام مثلا من الدواء سيداتيف كم لازم اعطي عشان يصبح منوم؟ 3 ملي جرام، اضرب فيه 3. طيب خلي هذا الكلام في بالك، طبعا مش كل الادويه بتشتغل بهذه الطريقه، لكن الكثير من الادويه لو زودت الجرعه بتصبح ايش؟ منومه. طيب اللي حيقول لك كمان يا دكتور يعني ايش هذا الكلام اللي تحت؟ للتوضيح اكثر، السيداتيف المركن والمهدئ النفسي بيثبط السي ان اس ولا لا؟ طيب بيحدث النوم؟ لا، without inducing sleep، يعني هو مهدئ نفسي لكن بدون ما يحدث لك النوم، هذا يسميه سيداتيف، مهدئ او مركن نفسي. اما الهيبنوتيك ايش بيعمل؟ بيثبط السي ان اس بقوه الى حد ايش؟ الى حد احداث النوم. فانا عاوزك تفهم انه هذه الادويه تبعنا مثبطه للدماغ ولا منشطه للدماغ؟ هي مثبطه، بالجرعه القليله تثبط الدماغ تبعد لك القلق والتوتر. بزياده الجرعه حتثبط الدماغ زياده ايش بتعمل لك؟ ستحدث حاله من النوم. طيب ننتقل الى التعريف الانكزايتي. ما هو الانكزايتي؟ راح اقول لك، انا اسمع بكلمه الانكزايتي لكن ايش يعني انكزايتي؟ الانكزايتي حنعرفها ببساطه على انها unpleasant state، حاله غير ساره، حاله مزعجه ما نحبهاش كثير. ايش بيحصل فيها؟ تنشن. ايش يعني تنشن؟ توتر، ضغط، لاقي نفسك كده متوتر ومضغوط على اي سبب؟ حاله غير ساره، unpleasant state، أو حالة يعني مزعجة. طيب يكون فيها نوع من التوتر بنسميه تنشن، نوع من الابريهنشن بنسميه ترقب، تلقى الإنسان كأنه مترقب لشيء. تقول له تعال ننام أو يلا نام الآن، يقول لك لا أنا أفكر بكرة إيش حيحصل في الامتحان، إيش حيحصل في المحاضرة، إيش حيحصل في مقابلتي في السفارة الأمريكية، إيش بيحصل في الـ يعني. طيب والأنيزينس اللي هو عدم الإحساس بالسهولة، تحس نفسك إنه الأمور يعني أنيزي، يعني في توتر وأنت مش مرتاح. انت ان ايزي، ما انتش مرتاح كثير، تمام. اذا نوع من التوتر والترقب ممكن نقول هو عدم الارتياح، ان ايزنس، عدم الارتياح. طيب هنا في ناس معك يسال يقول لي يا دكتور المصدر، هل المريض السبب التوتر عنده معروف ولا غير معروف؟ ما يهمناش. في ناس هو داري ليش قلق، تقول له ليش؟ يقول لك بكره معانا مقابله في السفاره وانا خايف يرفضوني، ولا بكره بقابل يعني مثلا مدير شركه معينه وخايف يرفضني ما يرفضنيش، هذه وظيفه العمر، هو عارف ليش متوتر. وفي ناس للاسف انه مش عارف، تقول له ما عارف، يقول لك والله قلق، ما ادري هكذا ما انا مرتاح اليوم وكذا متضايق وقلق، وما في السبب واضح، قد يكون يعني مثلا يتخوف من اشياء قد تكون غير موجوده، بس هو عنده نوع من القلق. اهم شيء يظل القلق سواء السبب معروف او كان السبب او المصدر غير معروف، يظل في النهايه قلق. طيب في القلق الشديد السيفير انكزايتي، انا عاوز اقول لك في ناس بيحصل له قلق غير طبيعي وشديد، حتى بيحصل فيه ما يشبه كانه داخل في معركه او داخل في ما يسمى بالكر والفر، يعني كانه في حاله دفاع عن نفسه او اللي بيحصل فيه تنشيط للجهاز السيمبثاوي، سيمبثيتك ستيميوليشن، حتى تلقاه كانه في معركه، تلقاه متوتر ويعرق وضربات قلبه سريعه جدا ويحصل فيه تنشيط سيمبثاوي، تمام، وكانه في حاله رعب شديده. طيب ايش اللي بيحصل في هذا الناس؟ حتلقى في تسارع قلبي تاكيكارديا اللي هي اعراض نشاط السيمبثاوي، اللي هو تسارع في القلب، بالبيتيشن اللي هو الخفقان، حتلقاه يتعرق، حتلقاه يرتعد او يرتعش، ممكن تلاقي يعني في البيت وقد يعني يرتعش من القلق والتوتر لانه في بكره في شيء يعني خطير بيحصل مثلا. وانسومنيا اللي هو الارق، يعني مش حيقدر طبعا ينام الليل اذا كان بهذه الدرجه من القلق الشديد، وطبعا هذا يختلف من شخص لاخر، في ناس معه بكره امتحان ثانويه عامه تلقاه ينام من 9 المغرب ونايم ومعك امتحان، ذاكرت والله ما ذاكرتش، بكره امتحان اقول لك عادي. ايوه، وناس قد خلص الكتاب مرتين ثلاث وبكره امتحان وتلقاه ايش؟ وامتحان عادي، امتحان على 10 درجات في الجامعه وقالوا مش قادر ينام الليل، فهذا يختلف من شخص لاخر. طيب في هنا ملاحظه ايضا، انا قبل ما انا اخشى الان من كلامي لحد ان تقول لي يا دكتور انا فهمتك،
القلق شيء ضار وشيء سيء، لا بالعكس، انا من الناس القلقين، انا فعلا من الناس القلقين، بس عندي غالبا مايلد انكزايتي، قلق خفيف. انا عايش والدكتور وليد عاش في حاله قلق خفيف، هذا اللي بيخلينا نشتغل وانا ابحث عن الدكتوراه وندور الماجستير ونعمل دورات ونشتغل، لان احنا قلقين قلق خفيف من المستقبل. بالعكس القلق الخفيف هذا شيء شائع وكومون، تمام، وبالعكس انا اعتبره احد طرق العيش النجاح. انا اعتقد هكذا نظره شخصيه، لو انت مش قلق نهائيا لا يمكن تنجح، يعني لو انت عايش باطمئنان مستمر، في ناس مطمئنين دائما مبتسم والدنيا سابره، حصل كذا مرتاح يضحك ومرتاح في كل حاله، الثانويه العامه بكره ولا رسبت الثانويه العامه عادي يعني تمام، بس هذا صعب ينجح، صعب الا اذا هو وارد صلاته ويفتح شركه وكذا، هذا شيء ثاني. لكن احنا المساكين اللي معتمد على جهده لازم يقلق حتى يعمل، حتى يجتهد، يبكر الصباح الساعه 6 يعمل يذاكر ويشتغل، يروح البيت يروح يعمل يعني اي نشاط يساعد في وصوله الى النجاح في النهايه. طيب الان حندخل في الادويه، اذا انا عاوز اقول لك مش احنا حنعالج القلق الخفيف، حنعالج القلق خلينا نقول الشديد اللي يعمل لك مشاكل. اذا كان القلق عامل لك مشاكل، لا قادر تنام الليل ولا قادر تشتغل ولا قادر تعيش حياتك بسعاده، هذا لازم اعالجه. اما قلق خفيف بالعكس هو مطلوب، وبالعكس ممكن يساعدك في الانطلاق وفي الحصول على ما تريده. طيب واحد يقول لك طيب الادويه يا دكتور ايش الادويه ايش هي؟ هتلقى في معانا خلينا نقسمها لك الى اربع مجموعات دوائيه. المجموعه الاولى اسميها الباربيتوريتس او اختصارها بي بي اس اللي هي الباربيتوريتس الباربيتورات. المجموعه طبعا هذه كانت قديمه، هي اللي بدات في عام 1903 بدات، هي اللي ادخلتنا في عالم الادويه المضاده للقلق والمنومات. بعدين ايش حصل؟ طلعت ادويه افضل بيسموها البنزوديازيبينات، هنشوفها بعد قليل. بس ايش الميزه الكبرى للبنزوديازيبينات؟ اقل في السايد افكت والسميه، يعني اكثر امانا، يعني هذه قويه وفعاله جدا بس اثارها الجانبيه وسميتها عاليه كما سنرى بعد قليل. فالان من اللي حل محلها؟ البنزوديازيبينات. ليش الديازيبام يكتب بكثره ومعروف بكثره؟ لانه في الحقيقه امانه عالي. انا معك انه يعمل ادمان واشياء زي كذا، لكن بشكل عام يعني يعتبر اخف بكثير من الباربيتوريتس. طيب بعدين خلينا نقسمه بالشكل التالي، حنلاقي في ادويه اخرى اقل شهره من هذول المجموعتين لعلاج الانسوميه لعلاج الارق، حناخذهم رقم ثلاثة زي ما حنشوفهم بعدين، دواء اسمه الراميلتيون، الانتي هيستامين واشياء كذا حناخذهم بعدين، تمام. طيب في كمان ادوية اخرى لعلاج القلق والتوتر حناخذهم لاحقا زي البيوسبايرون، زي مجموعة اسمها الاس اس ار ايز، حد عارف هذا اختصار ليش؟ سيلكتيف سيروتونين ري ابتيك انهبيترز، مثبطات عوده التقاط السيروتونين، هي بالفعل مضادات اكتئاب لكنها ايضا تصلح لعلاج القلق وخاصة القلق المزمن. أعيد، إحنا ليش مركزين على هذول المجموعتين؟ لأن هم الأصل وهم الأشهر، وهي مجموعات كبيرة من الأدوية بيسموها سيداتيف هيبنوتكس. بعد ما نشرحه بالتفصيل ناخذ وقتنا في الشرح والتفصيل، نرجع ناخذ أدوية أخرى إما لعلاج الأرق وإما لعلاج ليش؟ القلق. يعني اللي هنا هذول يعالجوا الأرق ولا القلق؟ الأرق فقط، اكتب لي فقط أنه ممكن تتضح لك الفكرة، يعني هذول يعالجوا الأرق والقلق، ما في مشكلة، عالجوا الاثنين، هذول لعلاج الأرق فقط، وهذول لعلاج القلق فقط. إذا معنا أدوية تعالج القلق والأرق، ومعك أدوية رقم ثلاثة تعالج الأرق فقط، يعني منومات وفقط، وهناك أدوية تعالج القلق وفقط ولا تستطيع أن تشتغل كمنومات، نجي لها بعد قليل. نعم. طيب انا معك انه فعلا هذه الادويه اللي هنا هي اللي تعتبر دوز ديبندنت حسب الجرعه، لكن الادويه اللي هنا لا، يعني فقط يا تلاقيها يا سيداتيف يا اما هيبنوتيك، تمام، كلام جميل. طيب نشوف الان اول مجموعه اللي هي الباربيتوريتس، وانا من البدايه هذه الادويه لا تستخدم حاليا بكثره، وقلت لك ليش؟ السايد افكت والتوكسيسيتي عاليه، والادمان حتى عالي جدا. احنا بنحب البنزوديازيبينات، لكن حنمر عليها في البدايه وبعد ننتقل الى مجموعه البنزوديازيبينات. طيب هتقول لي يا دكتور ايش التاريخ حقها؟ بدات تكتشف في العام 1903، يعني لها كم تقريبا الان؟ 118 سنه، يعني ادويه قديمه اكتشفت في العام 1903، وفي الماضي كانت هي الفيرست لاين فور انكزايتي وانسومنيا، في ايامها في تلك الفتره الماضيه كانت هي الخط الاول والرئيسي لعلاج كلا الحالتين سواء القلق او الارق، اذا هي كانت الاساس، يعني اي طبيب كانت تجيه حاله أرق أو قلق أشكال يكتب له باربيتوريتس، هذا في الماضي القديم. أما الآن لا، الآن من الخط الأول البنزوديازيبينات يمكن هي الأكثر شهرة حاليا. طيب
من اللي حل محلها حاليا؟ البنزوديازيبينات. البنزوديازيبينات زي من؟ الديازيبام، الالبرازولام، وأدوية أخرى نجي لها لاحقا. طيب الآن نشوف، أنا أعتقد عندك أنت عامل هنا وجه مبتسم وعامل لك هنا وجه مبتسم بالغلط، أعتقد عندك صح يمكن؟ إذا عندك هنا وجه مبتسم لعمله وجه حزين لأنه تم استبدالها. أنا قصدي ميزة الأدوية كانت الحل الأول لعلاج الأرق والقلق في الماضي، ولكن إيش مشكلتها حاليا؟ أنه تم استبدالها بكثرة بأدوية اسمها البنزو ديازيبينات. طيب المصدر بس للعلم، يعني معروف أنه هذه الأدوية بنسميها أدوية صناعية. أنت عارف مصادر الأدوية اللي معنا إيش هي؟ يا تكون طبيعية من النباتات من الحيوانات، يا تكون نصف صناعية نأتي بها من الطبيعة وإيش نعمل لها؟ موديفيكيشن، نعدلها وتشتغل. وعند الأدوية الصناعية نجيبها من وين؟ من المختبر. أيوة نروح المختبر نعمل كيمستري وشوية تفاعلات ونطلع أدوية صناعية. بالفعل هذه الأدوية صناعية، هذه الأدوية سينثيتك. طيب من فين طلعوها؟ واحد من العلماء قام بإجراء تفاعل ما بين حمض اسمه حمض التفاح. حمض التفاح بالإنجليزي ما هو؟ المالونيك أسيد، مادة حامضة موجودة في التفاح نسميها المالونيك أسيد. تم إجراء تفاعل ما بينه، طبعا هذا هو حمض التفاح، هذا صيغته. طيب واليوريا، اليوريا هذه صيغتها، يمكن أنت عارف صيغة اليوريا. وبعد التفاعل شوف لما يحصل تفاعل بين هذا وهذا بتتشكل حلقة، الحلقة إيش بيسموها؟ باربيتوريك أسيد. إذا باختصار المالونيك أسيد هنا زي ما أنت شايف، واليوريا هذه صيغتها أمامك، بيحصل تفاعل، فقدان هنا ماء وهنا فقدان ماء، بيحصل تحلق، وهذا التحلق يؤدي في النهاية إلى تركيب مركب اسمه الباربيتوريك أسيد. طيب سؤال، الباربيتوريك أسيد تعتقد أنه مهدئ سيداتيف ولا منوم هيبنوتيك؟ لا هذا ولا هذا، وليس له أي فعالية. معايا؟ الباربيتوريك أسيد ليس له أي فعالية. من اللي فعال؟ لو عملت لها سبستيتيوشن، يعني لو كان العالم قال هنا جربوا على الفئران شاف ما فيش منه فعاليه، كان انتهى الموضوع ورماه وبطل الفكره، بس هو ما توقفش، رجع يضيف فينيل طلع فينو باربيتون مثلا، طلع يضيف اضاف بنتان حصل بنتو باربيتون او بنتو باربيتال. هذه الادويه اللي فيها سبستيتيوشن واستبدال هذه اللي طلعت فعاله منومه ومركنه بالفعل. لذلك حاجه غريبه، الاب الروحي للعائله اسمه الباربيتوريك اسيد، هل هو فعال؟ ليس فعال، ان اكتيف. من اللي فعال؟ السبستيتيوتد كومباوندز، المركبات اللي فيها اضافات بنتان ولا بروبان ولا فينيل ولا كذا. فالخلاصه خلي هذا الكلام في بالك. طيب حتقول لي يا دكتور بعيدا عن التاريخ انا عاوز اعرف من المركبات الموجوده وكيف بنصنفها. بنصنف المركبات عاده حسب مده العمل اللي هو ديوريشن الى ادويه، يا بنسميها الترا شورت. من يعرف ايش يعني الترا شورت؟ قصيره جدا، تشتغل لفتره قصيره جدا. شوف انت حتقول لي يا دكتور ليش ما كتبت قصير؟ ليش تقول قصيره جدا؟ اصلا احنا الدواء القصير لما اقول لك الدواء هذا قصير المفعول، انت كم تتوقع يشتغل؟ اربع ساعات، ثلاث ساعات، يعني هذا قصير عندنا، يعني اقل من اربع ساعات هذا ما عادش دواء. تمام، فهذا بالفعل ها؟ تمام انا معك، انا قصدي بس مده العمل المفروض انها يعني عادة اغلب الادويه القصيره تشتغل يعني اربع ساعات، ست ساعات، هذا القصير، المتوسط ممكن نقول 10 ساعات، 12 ساعه، الطويل ممكن يكون يوم كامل، يعني هكذا عادة. فلما هذه الادويه تشتغل من ربع ساعه الى نصف ساعه، واذا مش واضح اكتب هنا ديوريشن، ايش يعني ديوريشن؟ مدة العمل، مدة عمل الدواء ربع ساعة إلى نص ساعة. ما دام مدة الدواء ربع ساعة هذا قصير ولا قصير جدا؟ قصير جدا، فاسمي الترا شورت. تمام، طيب زي من؟ أشهر دواء هنا اسمه صوديوم ثايوبنتال، حنشوف في بعدين، حنشوف بعد قليل. طيب القصير في منها قصير يشتغل كم؟ أربع ساعات. في متوسط كم يشتغل؟ من ست إلى ثمان ساعات. وفي الطويل اللي يشتغل تقريبا أكثر من كم؟ أكثر من يوم، أنت تعتبره أكثر من يوم. إذا هذا قصير أربع ساعات معقول، هذا متوسط ست إلى ثمان ساعات، وهذا الطويل أكثر من يوم. أما اللي يشتغل ربع ساعة ولا نص ساعة هذا من يعني حقا نعتبره قصير جدا، الترا شورت. طيب نتعرف على أسماء الأدوية. الدواء المشهر كدواء قصير جدا مكتوب عندك اللي هو الثايوبنتال أو صوديوم ثايوبنتال. وأنا عاوز أعطيك ملاحظة من الآن لنهاية الدورة هذه. الباربيتوريتس نهايتها إما AL وإما ONE وعادي أنت حر، يا تسميه ثايوبنتون ONE ثايوبنتون، يا تسميها ثايوبنتال، فأنت حر هنا. بس إيش اللي تسمية الأحدث؟ بالـ AL، فثايوبنتال أحسن. بس في زمان كانوا يسموها ثايوبنتون، مثلا فينوباربيتال إيش كانوا يسموه زمان؟
فينوباربيتون، وبعض الناس ما زال يستخدم الكلمة عادي، فلك الحرية، بس الآن يعني هي تسمية الأحداث. طيب في دواء ثاني للعلم اسمه ميثوهكسيتال اللي عاوز تضيفه، لكن هذا الدواء الأشهر. أنا طبعا شوف أنا هقول لك أيضا حاجة عشان نخرج بأكبر فائدة أيضا من هذه الدورة، مش هعطيك كل الأدوية المهمة وغير المهمة، بحاول من كل مجموعة أعطيك الأدوية الأهم اللي هتشوفها في السوق، أقل شيء تثبت الأفكار، وبعدين أنت هتقرأ هتشوف أدوية أخرى في السوق أو تشوفها في الكتب، بس أنا هعطيك الأدوية الأكثر أهمية بس عشان ما توهكش كثيرا في أسماء الأدوية، لأنه فعلا أدوية السي إن إس كثيرة ومتنوعة وربما تتوه البعض، فنحاول إحنا نركز على الأدوية الأهم ولا تستخدم بكثرة. طيب يعني مش حابب عندك الأدوية اللي هي تقريبا لا تستخدم، فبدل ما زهقت تحفظهم هخليهم على أقل، لكن هنا في دواء اسمه ميثوهكسيتال بس استخدامه أقل طبعا من الصوديوم ثايوبنتال. طيب في سؤال من واحد يعني يسألك يقول لك يا دكتور يعني بمنطق، هل في دواء قصير جدا مدته ربع ساعة ممكن استفيد منه؟ معقول أعطي دواء لمريض ربع ساعة؟ ممكن بس في حالة قليلة. زي إيش؟ زي حاجة اسمها الأنستيجا إندكشن، وهذا أهم استخدام للصوديوم ثايوبنتال. واحد مش عارف إيش يعني أنستيجا، إيش يعني تخدير، وإيش يعني إندكشن؟ خلينا نقول أنا مش عارف الكلمة العربية الفصحى، بس إيش؟ أيوة يعني نقول إدخال المريض في حالة التخدير، أو خلينا نقول لك إحداث التخدير. أنا أقول لك إيش القصة، أنت لما مريض عاوز تعمل عملية جراحية وجيت لي للمستشفى وأنت نايم الآن مرتاح على السرير وعاوز تعمل عملية جراحية. طيب أنا ممكن أقول لك إيش، لو أديك الآن غرفة العمليات وأعمل لك التخدير الاستنشاقي الشهير، هذا المخدر الاستنشاقي، وأضخ لك الغاز المخدر، طبعا زي إيش الغازة المخدرة هذه؟ الهالوثان، الأيزوفلوران، الفينفلوران وأدوية أخرى. بس انت شوف الموضوع هذا في رعب في الغرب، ما يتعاملوش بهذه الطريقه، يعني ادخلك الغرفه غرفه العمليات، انت تخاف لما تدخل غرفه العمليات صح ولا لا؟ شوف الاجهزه والكذا تبدا ترتعب، ابدا يجيب لك الكمامه كذا واطرحها، ممكن تظل مرعوب من هذا الموضوع لسنوات لما دخلت الغرفه واحد عاملك القناع، لما انت ممكن تمسك الطبيب تقول له لا ما مشتيش قناع ولا شيء. فالافضل ايش نبدا؟ نبدا وانت خارج قبل ما ندخلك في غرفه العمليات، نحط لك كانيوله، وبعد ما نحط الكانيولا ولا الفراشة ايش نحقن؟ دواء سريع وريدي صح؟ ما دام الكانيولا سريع، عشان ايش؟ تفقد وعيك وانت خارج. طيب لما تفقد وعيك وانت خارج احطك بعدين على سرير وادخل غرفة العمليات والبس الكمامة انا كطبيب واحط لك القناع، فما يكونش في رعب. هتقول لي يا دكتور يعني انا الان فهمت منك كان احنا بنعمل التخدير على مرحلة ولا على مرحلتين؟ مرحلتين. في البداية بنعمل حاجة اسمها انستيجا اندكشن، ادخل المرض في حالة التخدير. وعادوا خارج يعني عادوا يعني في غرفة في غرفة معينة في الخارج، وبعد ما يتخدر تماما احنا نشيله، احنا ممرضين نشيله مثلا على سرير متحرك وبعدين ننقله الى غرفة العمليات ونحطه بعدين في سرير العمليات، نجيب الاجهزة نعمل القناع، حتى يمكن المريض يقول لك ما شفت غرفة العمليات، يعني انا كنت خارج خدروني ما ادريش لو قد انا خارج ايضا، لانه في نفس الطريقة يكملوا العملية يخرجوا الى غرفة الانتظار وبعدين يفيق في غرفة الانتظار صح؟ عشان بس ما يحصلش في ناس يرتعب من هذا الاشياء، ممكن ما عاد يعمل عملية طول عمره يقول لك انا الا دخلت غرفة العمليات مثلا. طيب فالحقيقة ايش نعمل؟ احنا عاوزين دواء الان في رأيك سريع ولا قصير عشان ادخل المريض في حالة تخدير؟ سريع، فنعطيه دواء وريدي زي كذا اللي هو الصوديوم ثايوبنتال، ويقال انه يشتغل خلال 10 ثواني، تخيل السرعة. يعني انا احقن الدواء في الخارج وعاد اسال المريض اقول له كيف حالك كيف صحتك واضرب له الابره في الفراشه 10 ثواني ويفقد الوعي تماما، طبعا قد يمتد الى نص دقيقه الى 45 ثانيه بس ممكن في 10 ثواني، حتى يقال انه بعض الممرضات او الممرضين ما يصدقش، يعني مثلا اول مره يعملها فيقول لك ايش نحن نقول له لو عملت هذا 10 ثواني بيتخدر المريض، فايش يعمل الممرض بعضهم؟ غصبا عنه يعد يقول واحد داخل نفسه 3 4 5 ما يقول 10 الا اول مريض ايش حصل له؟ تخدر بالفعل. طيب بعد ايش نعمل؟ ننقله وندخله الى داخل غرفه العمليات. طيب الخلاصه اذا انا عاوز اقول لك في البدايه بنعمل انستيجا اندكشن، وبعدين ايش بنعمل في غرفه العمليات؟ نعمل انستيجا مينتنانس. ايش يعني مينتنانس؟ دعم واستمراريه. اذا التخدير مرحلتين، وريديا بنعمل اندكشن ادخال للمريض في حاله التخدير، فهنا عاوزين دواء سريع ولو كان قصيرا ولو كان يشتغل بس ربع ساعه. طيب بعدين بنحط المخدر بيعمل انستيجا مينتنانس. ايش يعني مينتنانس؟ استمراري او دعم. بعدين نخلي طبعا الكمامه على المريض لما نكمل العمليه ساعه ساعتين ثلاث، ولما تنتهي العمليه ايش حنعمل؟ حنشيل الكمامه وحنشيل الغاز
فبعدين طبعا حيبدأ يعني يخرج من حالة التخدير تدريجيا. طيب في حاجة ثانية حيقول لك خلاص، طبعا خلي هذا القاعدة مهمة، هذا من أشهر الأدوية التي تستخدم في حالة الأنستيجا إندكشن. طيب في بعض الناس يقول لك لا، ليش هذا كله؟ افرض العملية شورت، ايش يعني شورت؟ قصيرة جدا. افرض العملية بتاخذ 5 دقائق، طيب انا ليش عاد اخسر نفسي اعمل تخديرين؟ ما اعمل تخدير واحد، ادخل غرفة العمليات اكمل العملية في 5 دقائق وخلاص، ليش عاد اعمل الغاز المخدر؟ ممكن، اذا ممكن اعطيه في حالة تخدير في اي عمليات، في الشورت سيرجري في العمليات القصيرة. اذا ليش اصبح استخدامه في الاشياء القصيرة؟ احداث التخدير لكل العمليات الجراحية ايا كانت، وهي الاشياء الغالب بنعمله. اما لو العملية قصيرة وانا عارف هتخلص في 5 دقائق، ممكن استخدمه في العمليات القصيرة لوحده. ايوه حيفقد الاحساس، وحنقلك بعد قليل ايش الموضوع. ايوه هنا اقوى بكثير، وحاعطيك الفكره. تمام انا معك. كلام جميل يعني، بس اصبر عليه حنقلك بعد قليل. طيب اذا هذا حد، لكن يتم حقن الثايوبنتال الصوديوم او صوديوم ثايوبنتال مباشره 10 ثواني حتخدر المريضه. طيب حتقول لي طيب فهمنا الادويه القصيره واشهر دواء باستخداماتها. طيب في ادويه قصيره اسميها شورت كم تشتغل؟ 4 ساعات. زي من؟ زي دواء اسمه البنتو باربيتال، ودواء اخر اسمه السيكو باربيتال. انا معك وانا اعاني زيك، اسماء الادويه شويه يعني متعبه، والباربيتال اسم الاسماء ايضا اللي هي شويه بتلخبط. انا اساعد، حبيت طريقتي في الحفظ ما حبيتهاش براحتك، بس انا احاول اساعدك يعني. ممكن ايش نعمل؟ النطق الصح ايضا يشيله، هذا موضوع اخر ايضا، شي واحد يسمع جانب ولا يدخل الجوجل يسمع كيف؟ وانت كلنا والله تعالى الله عن احيانا. طيب بس ايش باختصار، احنا نحاول نسمع الاشياء الصح من الدكاتره الممتازين ولا حتى من الانترنت احيانا. بس انا هنا طريقه الحفظ، انا ارى انه يعني انا عملت كذا، ما دام دواء قصير سميتها البنت سيكا، يعني انت حر الان معك، ممكن تضحك ممكن تكتبها بطريقتك، لكن انا حافظها كذا، انا اديك طريقتي في الحفظ. يعني متخيل واحده قصيره اسمها البنت سيكا خلاص، فلان لو يجي في الامتحان ما من الادويه القصيره ايش باخذ له؟ الامسيكا. الامسيكا الامسيكيو ضروري، لا لا حتى في الكتابه. طيب لانه طبعا باربيتال احنا متفقين عليها، باربيتال موجوده صح؟ وممكن استبدل باربيتال بايش؟ بباربيتون، فهذه بسيطه، لكن احيانا البدايه اللي بتخلي الواحد يتلخبط. طيب حتقول لي طيب يا دكتور دواء قصير يا دكتور 4 ساعات، ايش يستفيد منه؟ ايش حتكون استفاده؟ ممكن استخدمه كمان في حاجه اسمها سليب اندكشن. انتبه، الدواء القصير جدا في الانستيجا اندكشن، ادخال المريض في حاله التخدير، لكن لما اشتغل 4 ساعات هذا حلو في ادخال المريض في حاله النوم، لانه شوف انا اقول لك المعاناه مع النوم مشكلتين. بعض المرضى يقول لك يا دكتور انا مشكلتي الدخول، ما اعرفش ادخل، اضل فجر ادور النوم وبعدين لما انام انام لا ظهر. في ناس كده يقول لك انا ادوره بس ما اعرفش ادخل، بس لا قد نمت انام بعدين لا بعد الظهر. طيب هذا مشكلته سليب اندكشن، مش يدخل بس. طيب هنا يشتي دواء قصير ولا دواء طويل؟ قصير، يشتغل له هذا كم ساعه بس يدخله في الحاله وبعدين هو يواصل. تمام. طيب في ناس لا يعاني من ذلك، يقول لك انا انام 8 الليل بس اصحى بعدين 10 واصحى 11 واصحى 12 واصحى 1 واصحى 4 واصحى 5، نومي متقطع. هذا مشكلته سليب اندكشن ولا سليب مينتيننس؟ مينتيننس يعني دعم واستمراريه النوم، عنده مشكله فيها. اذا المعاناه مع الارق او الارق نوعين، في ارق يعني ما يعرفش يدخل في النوم، ما عندوش ما يعني عنده مشكله في السليب اندكشن الدخول في النوم، وفي ناس عنده مشكله في السليب مينتيننس الحفاظ على حاله النوم. لو انت طبيب شاطر حتعالج كل واحد على ما يشتي. فاللي هو بس يشتي يدخل في النوم ممكن نعطي له ادويه قصيره عشان ندخله في حاله النوم، زي من؟ زي البنتو باربيتال او السيكو باربيتال. ومع ذلك انا عاوز اكون صريح وواضح، بين قوسين لا تستخدم كثيرا في هذا المجال، زمان كانوا يستخدموه، الان في ادويه احسن حنجيلهم لاحقا يعني بعد قليل. في البنزوديازبينات في ادويه احسن، زي من مثلا؟ زي دواء اسمه الميدازولام مثلا. الميدازولام هذا من البنزوديازبينات اللي هو اخف و سميته قليلة، بس حلو في موضوع إدخال المريض في حالة النوم، حنجيله بعدين، بس إذا عاوز تكتب من الآن الميدازولام أيضا دواء جميل في إدخال المريض في حالة النوم. طيب الشيء الثاني وهذا الشيء عجيب عجيب جدا وحيدخلك في رعب الآن، في حاجة اسمها الحقنة القاتلة ليدل إنجكشن. بالفعل إحنا ممكن نحط بالذات البنت هذه، البنت هذه تذكر البنت هذه إيش هي؟ قاتلة، عشان
لا تنساش. إذا في حقنة قاتلة اسمها بيتوبربيتال، حقنة قاتلة. طيب واحد يقول لك يا دكتور أنت الآن جبتنا رعب ولا جبتنا أدوية معالجة للناس، إحنا بنقتل الناس يا دكتور. طبعا ممكن بنقتل الناس في كم حالة؟ في ثلاث حالات، لا تدخل في السياسة، ثلاث حالات. في ناس فعلا بنقتله، أطباء بنقتله في إحدى ثلاث حالات. يا إما سنقتله في حالة ما يسمى بالليجال إكسكيوشن. إيش يعني ليجال إكسكيوشن؟ الإعدام القانوني. هذا إعدام قانوني، في ناس مجرم قاتل 50 شخص وكذا، ففي النهاية ممكن يعدم. في الغرب ما يفضلوا شركات الشنق والرصاص، كانوا زمان عندهم حتى رصاص يدوا فرقة ويرصصوا المجرم رصاص، كانوا يمكن يسمون فايرينج باند أو حاجة زي كذا، فرقة إعدام. طبعا ليش مش واحد؟ عشان الكل يكون شارك في القتل، يعني ما يقولش بعد أسرة القتيل روحوا لعند واحد يقولوا هذا اللي قتله، لا 20 30 شخص فرقة يقتلوا. طيب بس هذا الكلام الآن خف، والإعدام أيضا عندهم ما عادوش هذا ولا المقصر، هذه أشياء كلها قديمة. الآن إيش يعملوا؟ قتل نسميه قتل الرحيم، نخلي كذا على سرير ونحقن في دمه كميات كبيرة من المخدر من الأدوية هذه، ممكن تقتله. طيب واحد يقول لك يا دكتور كيف يموت؟ أنت قلت لنا هذه أدوية القلق والتوتر والنوم منومات، لكن لو سويت الجرعة حتثبط الدماغ وتثبط مركز التنفس. طيب لما يثبط مركز التنفس شو بيحصل له؟ ما بيتنفس بيموت. تمام. طيب وحنفصل أكثر بعد قليل. طيب إيش الحقنة القاتلة هذه؟ اسمها البنتوبربيتال. طيب إذا حاليا العلم ملحوظة حاليا أكثر وسيلة للإعدام في أمريكا حاليا باستخدام حقنة البنتوبربيتال. لا بلاش يرعى عشان ما ندخلش في تمام. وللعلم عشان تكون كمان واضح، أو الثيوبنتال ممكن كمان نعطي هذه الجرعة اللي تستخدم في التخدير بكمية كبيرة وستستخدم في القتل. إذا الإبرة القاتلة أو الحقن القتل عندك البنتوبربيتال أو الثيوبنتال بس بكمية عالية، بنحقن كمية كبيرة عشان مثبط مركز التنفس تماما. طيب في حاجة أنا بكمل لك بعد شوية. طيب في حاجة ثانية عاوز أقولها. طيب هذا أول واحد بنقتله، في شخص آخر بنقتله. الموت الرحيم فعلا اللي هو يسموها اليوثينيجيا، هنقوله بعد قليل. اليوثينيجيا يجي لك مريض عنده مثلا امراض سرطانات ومشلول ومش قادر حتى ياكل، ويعني حالته صعبه، الام مستمره ومش قادر حتى مثلا ياكل، يعني حالته صعبه بعد حادث السياره نتيجه مرض خطير جدا، نتيجه سرطانات يعني هاجمت الجسم كله، يقول لك انا عاوز اموت، ارحموني واتركوني اموت. في ناس يوصل لهذه المرحله. في خلاف على ethical issues، في خلافات شرعية قانونية حتى في الغرب، حتى الغرب يقول لك لا ما نقتلهم، لا ما نقتلهمش. في بس في دول تجيز القتل الرحيم إذا كان الطبيب مقتنع بذلك الشيء، وإذا كان هذا الشيء موافق عليها المريض وأسرة المريض، وإحنا ممكن نخدمه بهذه الخدمة. هذا اسمه القتل الرحيم euthanasia، ممكن بنفس الإبرة نقتله نثبط مركز التنفس ويموت. طيب في حالة ثالثة، حاجة إحنا بنسميها الـ physician assisted suicide. إيش يعني suicide؟ انتحار بمساعدة الطبيب. physician طبيب أو دكتور assisted معاونة assisted suicide. suicide انتحار، يعني يقول لك واحد أنت طبيب في العيادة في أمان الله، طبيب عصبية، يجي يقول لك يا أخي أنا أدفع لك 100,000 واديني إبرة أموت فيها وخلص، اشتي حل منك إبرة وأموت. أنت كطبيب، بعض الأطباء في الغرب يقول لك أنا إذا حتديني هذا المبلغ ولا حدري ولا شيء أهلا وسهلا، فنعمل له هذا الإبرة في الوريد ومات الإنسان. هذا يسمى بالانتحار بمساعدة الطبيب أو الدكتور assisted suicide. فكلها بنستخدم نفس الحقنة القاتلة اللي هي إما البنتوبربيتال أو البنت، تذكروا أن البنت قاتلة ليش ما تنسوش، والثيوبنتال. هذا بس مثال عشان ما ننساش. طيب طبعا هذه هي الحقنة القاتلة اللي يسموها البنتوبربيتال أو the euthanasia drug. إيش يعني euthanasia؟ القتل الرحيم. القتل الرحيم طبعا لا ننسى أن القتل الرحيم شائع في الحيوانات أكثر، يعني أنت حقك الكلب مريض حصل له صدمة سيارة وأصبح مثلا مش قادر يمشي، ولا انضرب ضربة في الظهر فأصبح كلب مشلول يجر نفسه جرا، يعني كلب مسكين ويتأوه وكذا، أنت ممكن كصاحب الكلب تروح عند الطبيب تقول له عاوز نعمل له يوثنيجيا نقتله قتل رحيم، ممكن أيضا. طيب خلي الكلام في هذا البيت. إذا إيش حالة القتل مثلا أقتل؟ الحالة الأولى في الإعدام، وهي الآن الوسيلة الأكثر شهرة واستخداما في أمريكا مثلا. الطريقة الشيء الثاني اللي هو ليش؟ القتل الرحيم بكثرة بيستخدمون الحيوانات، أي حيوان مريض مرض يعني مزعج ممكن يقتلوه ويريحوه، وخاصة لو صدمته سيارة وظل مثلا مشلول ممكن نخلصه من هذه المعاناة. وأيضا بعض البشر بيعملها بس فيها خلافات يعني قلت لك أخلاقية إثيكال. والشيء الثالث اللي هو ليش؟
اللي هو الانتحار بمساعدة الطبيب. يكون الواحد عاوز ينتحر ويعرف أحد الأطباء ويقول له صح ساعدني. طيب ننتقل للدواء المتوسطة زي ما اللي تشتغل من 6 إلى 8 ساعات. في عندك دواء اسمه بيوتالبيتال وفي عندك دواء اسمه أموبربيتال. تمام. طيب حتقول لي هتقول ساعدني في الحفظ، أنت حر، عاوز أساعدك وأساعدك وأنت حر. هنا كانت بنت صح؟ هذه متوسطة أكبر، يعني إيش حتكون بنت ولا أم؟ أم. فأموبربيتال يعني كلمة أم ممكن تعتبرها. تمام. والأم بتخرج الشوارع ولا تجلس في البيت والبيوت؟ بتجلس في البيوت غالبا أعتقد هكذا. فتلاقي المهم الأم في البيوت عشان ما تنساش، يعني أنا أساعدك لأنه أنا من الناس اللي كنت أحفظهم وأنساهم، واليوم الثاني أنا أحفظ وأنسى. فتعتبر الآمو باربيتال والبيوتا البيتال. وفي طبعا واحد ثالث أقل شهرة اسمه كمان بيوتا باربيتال. إذا بيوتا البيتال بيوتا باربيتال بس أقل شهرة بالإضافة للآمو باربيتال. هنا لازم أقول لك الاسم الآخر العلمي للآمو باربيتال. بعض الكتب لا تكتبه آمو باربيتال، تكتبه أميلو أميلو باربيتال. بس إيش الاسم الأحدث والأصح؟ الآمو باربيتال. طيب فخلي في بالك إنه في هذا الدواء أيضا متوسط. كم يشتغل ساعات؟ من 6 إلى 8 ساعات. طيب الحقيقة أنا بحثت عن استخداماتهم، لاحظت هذا الاستخدام يعني غريب شوية. بيستخدم في التنشن هيديك. من سمع بكلمة التنشن هيديك؟ صداع التوتر. في ناس بس يتوتر الأسبوع القادم امتحان تلقاه يتوتر يقول صداع تنشن هيديك. طيب ليش أعطي له دواء زي هذا الدواء؟ إيش علاقته؟ ما هذا مهدئ نفسي وركن نفسي، فممكن أعطيه بالفعل يهدئك نفسيا يركنك نفسيا فيزول الصداع اللي عندك. وبالفعل في دواء اسمه البيوتالبيتال مع من مشارك؟ مع الأسبرين أو حتى مع الباراسيتامول. طيب حتى في صورة أعتقد هنا هذا البيوتالبيتال مع من مشارك؟ مع الأسيت أمينوفين مع الكافيين أيضا موجود وممكن يستخدم. وإن كان طبعا إحنا فعلا سمعة الباربيتورات شوية هي سيئة، أدوية خطيرة كما سنرى بعد قليل وإدمانها شديد كما سنرى بعد قليل، فإحنا ما نحبهاش. لكن في أدوية فيها بيوتالبيتال بجرعة قليلة مع أسيت أمينوفين اللي هو إيش اسمه العلمي الآخر؟ الباراسيتامول. هو نفسه الباراسيتامول لكن هذا الاسم الأمريكي أو هذا الاسم اللي هو يسمى في أمريكا بالإضافة للكافيين. طيب لا مش أسبرين، هذا الباراسيتامول. طيب حتقول لي طيب عرفنا الاستخدام الأول. طيب الاستخدام الثاني وهذا شيء غريب كمان للعلم رغم أنه الآن ما عاد يستخدم مش كثير، بس ممكن أعتبر الآمو باربيتال اللي هي الأم هذه هي المسؤولة عن كشف الحقيقة ما يسمى بعقار أو مصل الحقيقة تروث سيرم. فعندنا مصطلح اسمه مصل الحقيقة تروث سيرم، يعني أحقنك بمصل معين ولا إبرة معينة، أسألك يا سيلة تديها لي، أقول لك إيش حصل أمس كلها بالتفصيل، أقول لك من اللي ساعدك في ارتكاب الجريمة، تقول لي كذا وكذا وكذا. ليش؟ لأنك أنت الآن مثبط، يعني اديت لك أنا شيء مهدئ ومنوم يخليك في حالة مش قادر تسيطر ولا تقدر تكذب. الواحد عشان يكذب لازم يكون إيش؟ صح صح، يعني بعد القاعدة تقدر تكذب براحتك، تدي قصة كاملة إيش حصل وإيش فعلت بطولاتك وإنجازاتك وأنت مخزن. لكن وأنت أنا وما أقول لك إيش اللي حصل، تقول لا والله أنا كنت فاشل وكنت ضايع وكنت كذا، تديهم كلهم. ففي حاجة اسمها مصل الحقيقة تروث سيرم. أساعدك في الحفظ، ما اللي يكشفك دائما ويكشف الحقائق عنك؟ أمك صح ولا لا؟ تقول لك ها إيش؟ أنت تخرجين كلها لما أنا والله أنا غلطان وأنا فعلت وفعلت. فمصل الحقيقة الفعل هو آمو باربيتال، الأول هو اللي يستخدم فيه صداع التوتر، والأم هذه التي تكشف الحقائق أعتبرها مصل الحقيقة. تمام. طيب بس ملاحظة، كانوا المخابرات الأمريكية والروسية والصينية يستخدموا كثيرا للمجرمين عشان يكشفوا الحقائق ويكشفوا الجواسيس بهذه الطريقة، لكن الآن طلع موضوع الآن unreliable. أيش يعني unreliable؟ يعني مش قادر نعتمد عليه بشكل كبير، لأنه بعض الناس بس ينعس ممكن حتى يختلق قصص من رأسه. يعني هم كانوا يظنوا أنه حتدي الحقيقة، لا بعض الناس يمكن لو نعس زيادة يدي قصة من رأسه، هو نوم ونعسان وكذا ويدي قصة خيالية، فطلع أنه لا أحياناً يدوا الحقيقة وأحياناً ما يعطيش الحقيقة. فهل هذه الطريقة الآن تعتبر معتمدة؟ مش معتمدة، لأنك نعسان وهذا كذبت يعني أو ديت قصة غير طبيعية. فأحياناً كانت تفيد فبدأوا يستخدموها، بعدين لاحظوا بعض الناس بيكذب حتى هو خامل وكذا ونعسان، وبالتالي بطلوا يستخدموها. ففي الكثير من الجدل على استخدامه في هذا الموضوع. آخر وأشهر الباربيتوريت ربما هي الأدوية الطويلة اللي تشتغل لفترة طويلة. من أشهر واحد ربما؟ الفينوباربيتال أو الفينوباربيتون، بالإضافة إلى دواء ليش؟ البريميدون. البريميدون
طيب عشان ساعدك في الحفظ كلهم يبدأوا بحرف الايش؟ البي. اذا تذكر الطوال يبدأوا بحرف الايش؟ البي. يا اما الفينو باربيتور يا اما دواء اسمه البيريميدون، يعني عشان يساعدك في الحفظ. طيب حتقول لي يا دكتور اولا ايش اللي يميز الدواء هذا؟ الوحيد اللي ما فيهوش المقطع باربيتون، اذا يعني يحتاج انك تتذكروا انه ما فيهوش المقطع هذا المميز باربيتال او باربيتون. بالاضافه للدواء اللي كان هنا اللي كان ايش اسمه؟ صوديوم ثايوبنتال، كمان ما فيهوش باربيتون. فللعلم الدواء القصير جدا واحد من الادويه الطويله هذا ما فيهوش نفس المقطع، فبيكون التركيب الكيميائي شويه مختلف، شويه مختلفه بنغير الاسم قليلا. طيب حتقول لي يا دكتور طويل هذا، ايش يعني نستفيد منه ما دام طويل؟ يفعل لي مثلا نعاس وتهدئه لمده يوم يومين ثلاث ايام. ايش اللي حنستفيد منه؟ الامراض اللي هي تحتاج الى ذلك زي من؟ زي الصرع مثلا، الابيليبسي. ما انت عارف مرض الصرع هذا مرض بتلاقي الانسان عنده كهرباء زائده لمده يوم ولا لسنوات؟ سنوات للاسف. يعني مريض الصرع عنده، وحنفصل في اخر محاضره ان شاء الله يوم الخميس في مريض الصرع، اقول لك انه عنده كهرباء زائده لمده احيانا سنوات. طب انت هنا عاوز دواء طويل ولا دواء يشتغل ساعتين؟ طويل، عشان ما تقولش النوبه في الليل، ما تقولش النوبه في النهار، ما تقولش نوبه الصرع في اليوم الثاني، فكل ما كان الدواء طويل كان احسن. ما تقيش وهو يقود السيارة وهو في السقف وهو في مكان خطر وهو في نص الشارع. فالفينوباربيتون والبريميدون ممكن يستخدمون في علاج الصرع بس بين قوسين. هذه الأدوية مفضلة ولا غير مفضلة في علاج الصرع؟ هي غير مفضلة. أنا أقول لك هي ممكن بس ليست مفضلة. اللي حيقول لك ليش؟ حقول لك هذه الأدوية بتعمل إدمان، يعني يكفي أنها تعمل إدمان ونعاس شديد. طيب نعاس وإدمان ما يناسبش حالة مزمنة، يعني أنت متى ممكن تعطي دواء يعمل إدمان ويعمل نعاس شديد؟ لو لفترة قصيرة، يوم يومين ثلاثة أيام عادي. أما أعطيك سنة سنتين دواء يخليك مدمن عليه وكمان يعمل لك نعاس طوال اليوم، لا تشتغل لا تاكل لا تدرس لا تشتغل زي الناس، فلا يفيد. لذلك نستخدمها أحيانا فقط في بعض الحالات الصعبة والمعندة. زمان كانوا يستخدموا بكثرة، الآن لا. طيب بالمناسبة اللي عاوز أشهر أدوية الصرع حنقلها بالتفصيل، في معك خمسة مشهورين، يعني دولة ملوك الصرع، احفظهم لي من الآن والخميس حنعيدهم لك، احفظهم ليش لا؟ واللي مش عاوز حينتظر للخميس براحته. أشهر أدوية الصرع الخمسة الفينيتوين، اسمها بالفينيتوين، دواء مشهور من أشهر الأدوية. الكربامازيبين اللي هو التيغريتول صح؟ الفينيتوين والكربامازيبين والفالبرويك أسيد. الفالبرويك اسيد من زعماء الصرع، هنجي له بالتفصيل ان شاء الله. لاموتريجين هذا حديث لكن عامل ضجه كبيره الان، اللي هو اسمه تجاري لامكتال للعلم. بالاضافه اضيف لي دواء اسمه الايثوسوكسيمايد، هنجي له في وقته. اذا ايوه بس اقول لك انه هو ممتاز في احدى الحالات حق الصرع، يسمى الصرع الصغير، فلازم يذكر. خمسه ادويه مشهوره ملوك الصرع، فينيتوين، كربامازيبين، بالاضافه الى الفالبرويك اسيد، بالاضافه الى اللاموتريجين، بالاضافه الى دواء اسمه ايثوسوكسيمايد. حلو من الان تحفظ خمسه الملوك حق الصرع، لما نقول لهم بعدين نفصل بعدين فيهم في غيره. طيب حتقول لي طيب يا دكتور ايش هذا ستاتس ابيليبتيكاس؟ ابيليبتيكاس يعني صرع ولا مش صرع؟ كله صرع، هذا صرع وهذا صرع. بس ايش يعني ستاتس؟ مستمر او حاله مستمره من الصرع. في بعض الناس وهذا بين قوسين نادر جدا، ايش يعمل؟ يدخل في نوبه صرعيه، تلاقي سقط على الارض يرتعش نوبه صرعيه، تمام. وبعدين دقيقه ونص خلص هدا قلسته، يرجع مره ثانيه يدخل في حاله صرع ثانيه وسقط على الارض، تيجي تقلسه بعد دقيقه ونص ما يخلص يدخل في نوبه ثالثه، يوم رابعه خامسه سادسه، يظل هكذا من نوبه الى نوبه الى، يعني الناس هكذا يفعلوها، يعني هكذا مثلا انه نوبه وتهدى باستمرار. طبعا الحاله هذه نادره ولا شائعه؟ نادرة جدا، احنا نعرف النوبة دقيقة ونص وقام، لكن تظل تدخل من واحدة لواحدة هذا شيء نادر بين قوسين، لكنه قد يكون قاتل. لو حيجلس واحد يرتعش باستمرار طوال اليوم هذا جهد كبير، قد يؤدي إلى إيقاف التنفس أثناء هذه النوبة اللي بتحصل وقد يموت فيها المريض. حالة خطيرة، حالة إسعافية إمرجنسي. وما دام إمرجنسي احنا عاوزين دواء مهم في الصرع وقوي في الصرع زي من؟ زي بالذات الفينوباربيتون، بس حنعطي حبوب ولا في الوريد؟ هنا في الوريد. إذا في الصرع العادي حنعطي حبوب، أما في الحالة الصرعية المستمرة اللي اسميها ستاتس إبليبتيكاس والخطيرة والقاتلة، هنا حنعملها في الوريد. يعني إيش؟ حتخليه أول ما ينهي، تخليه أول شيء يخلص النوبة، أول ما يخلص النوبة على طول تضرب له إياها في الوريد. تمام؟ طيب، هل هو الخيار الأول في علاج الستاتس إبليبتيكاس؟ لا، احفظها لي من الآن، أفضل دواء في علاج الصرع المستمر والذي لا يتوقف ديازيبام.
لازبة وريد ولا عضل 10 ملي جرام في الوريد ولا في العضل وانتهى الموضوع خلاص. هذا الديازيبام احسن. لو الديازيبام ما نفعش انا معك ممكن نلجأ للفينوباربيتول، او لو مش موجود الديازيبام في الصيدليه تعطيها الفينوباربيتول مش مشكله. طيب طبعا هذا الفينوباربيتول ما دام حبوبه ايش يعالج؟ الصرعان العادي اللي هو الصرع العادي. طبعا بالمناسبه عشان بس تفهم الفكره، لما يكون عنده واحد صرع ايش معناها؟ معناته انه كل فتره كل 5 ايام اسبوع 10 ايام تاتيها ايش؟ نوبه صرع. طيب احنا هنعطيها الدواء وقت النوبه ولا باستمرار؟ باستمرار يوميا، كل مشيلي يوميا على هذا الدواء. ليش؟ عشان ما تجيلوش النوبه القادمه، يعني احنا عاوزين نقلل النوبات القادمه او نمنع النوبات القادمه، وكانه وقايه من نوبات المستقبل. ياخذ الحبوب هذا، لا هو غالبا حيخفف، بس بعضهم بعد كم سنه تلقاه توقف تماما. في النهايه نتمنى يكبر المريض ويهدى الدماغ قليلا وتخف الكهرباء الزائده مع السن، حنفصل ان شاء الله لاحقا، في الاخير بيتوقف ان شاء الله، وما يجي فتره لو والدماغ يتضبط والكهرباء تقل مع الزمن فبيقل الصرع مع العمر. طيب حنكلمك على بس الحقنه القاتله، انا تعبتهم شويه لكن حنضيف بعض الاشياء. الحقنه القاتله بس عشان اعرفك عليها، لانه في بعض الناس ما عرفش الحقنه القاتله ويمكن عاوز يستفيد. لو في واحد زميله متعب والله الدكتور طارق طول اليوم ايش يفعل؟ ليه ذا الانجكشن قاتله. ايش يعني كابيتال بانشمنت؟ العقوبه الكبيره اللي هي عقوبه الاعدام، بين قوسين هذه اللي هي الاعدام، يا تسميها ليجل اكسكيوشن يا تسميها كابيتال بانشمنت، العقوبه الكبرى اللي هي الاعدام بين قوسين. طيب وايضا ايش يعني يوثنيجا؟ القتل الرحيم اللي هو حتى يسموه ميرسي كيلينج. ايش يعني ميرسي كيلينج؟ القتل الرحيم ايضا. طيب هذا اما الحيوانات اكثر بيحصل او حتى لبعض البشر لو كانت حالته يعني صعبه قد يترجاه واحد غير قادر على الكلام والنطق وعلى كرسي متحرك بس يكتب لك كتابه يقول لك اقتلوني بس ريحوني. طيب في حجم السويسايد الانتحار وخاصه ما يسمى بالانتحار بمساعده الطبيب دكتور اسيستنت سويسايد. فين يحطوك؟ يشوف الناس يعني كيف يقتلوا ولا يعدموك، يحطوك في غرفه زي كذا. وحتى ما يكونوش جنبك تلقاهم فين جالسين؟ في الغرفه هذه ولا في الغرفه هذه، تمام؟ وحتى في ستار زي ستار هذه غلقوها بس اللي يكون تشاقرك هكذا و تمام. واحد بس اللي يدخل يعمل لك الاشياء وهم يتابعون من الخارج، الموضوع فيه متابعه وفي اجهزه يعني حتى يشوفوا النبض يشوفوا التنفس، الموضوع عندهم يعني. طيب هي الطريقه الاكثر شيوعا في الاعدام القانوني في امريكا حاليا، يعني ما عاد في الشنق ولا في بالرصاص، في عندهم هذه الطريقه. للعلم هي ثلاث حقن ولا حقنه واحده؟ ثلاث. انا هدي لك معلومه، الواحده قاتله، الواحده قاتله، بس هم ايش يعملوا؟ ايش يضمنوا لانه فرض انه انت عندك مقاومه للدواء الاول وانا اعطيتك الدواء الاول انت ما مت، يعني هنا عذاب في تعذيب وسايد افكت وارجع اقتلك مره ثانيه، لا قد اضرب لك واحده ثانيه ثالثه، بس اقول لك ايش اللي بيعملوا. ثلاث حقن كلها موجوده في محلول سيلاين اللي هو محلول ملح بالتدريج. اول شيء بيعطوك الباربيتول القوي، سواء البنت، احنا نقول البنت قاتله صح؟ حفظناها صح؟ ولا القصير جدا حق ادخال الملف في حاله التخدير، بس بنعطيه بجرعه عاليه بهاي دوز اللي هو صوديوم ثايوبنتال او بنتوباربيتول او بنتوباربيتال. طيب هذه واحده، هل هذه قادره على القتل؟ تقتلك وزياده، هذه قادره انها تطلق، بس قلت لك بعض الناس يعني ممكن ايش؟ يقاوم. فالمهم ستفقد الوعي اكيد في كم؟ في 30 ثانيه، وعلى الاغلب في كم قلت لك؟ 10 ثواني، بس ممكن بعض الناس يتاخر الى 30 ثانيه، بس اكيد بعدها حتكون فاقد للوعي. قادره وكافيه للموت ولا لا؟ خلاص، بتضبط لك مركز التنفس الريسبيرتوري سنتر وتموت، هذه 100%. بس بعض الناس يمكن جسمه قوي او عنيد او عنده مقاومه للدواء، فهنا لازم نضيف دوائين. الدواء الثاني الذي يضاف مباشره، يعني شوف ايش نعمل؟ ندي الاولى بعدين نحقن الثانيه، ايش هي الثانيه؟ بانكورونيوم. احد عارف البانكورونيوم؟ هذا اسمه سكيليتال مصل ريلاكسنت، مرخي عضلي، مرخي العضلات الهيكليه. حتى اللي يتعملوا اذا تذكروا في فرما واحد، هذا بيسمى نيكوتينيك ريسبتر بلوكر، يقفل المستقبلات النيكوتينيه. اللي مش عارف المستقبلات النيكوتينيه هذه موجوده وين؟ في العضلات الهيكليه في السكيليتال ماسلز. اذا تذكر مستقبلات الاسطال كولين، اذكرك على مدية واحد، مستقبلات الاسطال كولين يا اما مسكرينيه يا نيكوتينيه. المسكرينيه موجوده في العضلات اللا اراديه والغدد، موجوده في القلب، في الامعاء، في القصبات، في العين، هذا المسكرينيه وهي الاساس. طيب وفي عندك المستقبلات النيكوتينيه موجوده وين؟ في العضلات الإرادية اللي يسموها إذا تذكر نيكوتينيك ماسكولار، إن كبيرة إن صغيرة، نيكوتينيك ماسكولار. واللي يتذكر كمان في نيكوتينيك إن صغيرة
نيورونال، هذه في العقد في الجانجليا اللي بتذكر فارما واحد. طيب عموما احنا بهذا الدواء حنغلق المستقبلات النيكوتينية المسكولار اللي موجودة وين؟ في العضلات، يعني ان كبيرة ام صغيرة. طيب هذا اللي بتشغل عضلاتك، لما انا اقفل المستقبلات اللي بتشغل العضلات ايش يحصل لك؟ ارتخاء. من يعني انت تقول لي انت عاوز ترخي المريض، ليش؟ من يقول لي ليش عاوز نرخي المريض؟ عشان نرخي عضلات ليش؟ الصدر والحجاب الحاجز تماما. عضلات الصدر تعتبر ايضا عضلات ارادية، في الاخير لما قادر امسك نفسي الان اقدر اخذ شهيق، اقدر اخذ زفير، فلما اشلها تماما ايش يحصل لك؟ توقف لعضلات التنفس والحجاب الحاجز. هذا يقتل لما يقتلش؟ هذا يقتل. اذا انا اوقف التنفس دماغيا بتثبيت مركز التنفس في الدماغ. افرض ما نفعش، اروح اخدر واعمل شلل في العضلات المسؤوله عن التنفس، عضلات الصدر والحجاب الحاجز، كمان حيوقف التنفس، حتموت. يعني يا بهذا يا بهذا، رغم ان الاول كفايه كما اي، بس الاكسنكونين بس انه قصير شويه. هو ايضا مخدر بيشتغل ايضا سكليت المصر ريلاكسنت. طيب الشيء الثالث كمان احتياط، افرض ما مت لا بهذا، عضلات صدرك قويه ما شاء الله، تنفسك قوي جدا، وبتعمل تمارين تنفس طول عمرك وانت سباح ماهر وقادر تمسك تنفسك لدقائق، سبحان الله. لازم ايضا ايش اعمل في القلب؟ اوقف طيب القلب. اذا كان التنفس انا مش قادر عليه بالطريقتين اروح للقلب، اوقف القلب. طيب ايش هذا المحلول؟ بوتاسيوم كلورايد. ما اللي يقتلك، البوتاسيوم ولا الكلورايد؟ البوتاسيوم يلخبط القلب ويوقف القلب. واحنا دائما نقول للطلاب انه سواء ارتفع بوتاسيوم الدم او انخفض بوتاسيوم الدم يتلخبط القلب، يحصل ارثميا. احنا صعب ننقص البوتاسيوم، لا نزود البوتاسيوم، احقن كميه كبيره من البوتاسيوم في الدم، يحصل هايبركاليميا، والهايبركاليميا يوقف القلب في النهايه كميه كبيره طبعا. تمام، اذا هذا سيقتلك، هذا سيقتلك، وهذا سيقتلك. بس في الغرب ما يعملوش احتياط، يعني ما يعملوش يخلوها للحسب، نعطي الأولى نعطي الثانية نعطي الثالثة نضمن الموت، ونجلس ننتظره بس نتشاقره كذا من الستارة لما ايش؟ لما يغادر الحياة ويرتاح.